الدعوة لحضور هذا اللقاء الهام مع فعالية المجتمع المدني، وأنا جد مسرور أن أكون معكم وأتدخل إطار التواصل مع ساكنة أكادير لتوضيح ما نقوم به. ونحن نقوم بأنشطة متواصلة لتعريف ما نقوم به، يعني الناس يزورون جمعيات، يزورون البناء مؤخرا يوم يعني واحد الزيارة موجهة بجديدة بالنسبة للساكنة، وكان إقبال كبير ديال الناس، ويعني شافوا أش كنديروا، شنو الأهداف المشروع كنشتغلوا فيه، ولقينا تشجيع كبير، وعندنا الانقسامات ديال السكان طلبة عندهم دور كبير في هذا الشيء. فيما يخص المشروع اللي كنشتغلوا عليه هنا، حنا كنشتغلوا على أكادير وكلا ماشي على القصبة، كنشتغلوا على موقع، موقع أكادير. لما كنقول في موقع أكادير وكلا فيه قصبة، فيه بونتي، فيه فورتان بورتوغي، وفيه واحد جهة على اليسار أو على الشرق ديال القصبة اللي فيها آثار مهمة جدا تعود إلى ما قبل بناء القصبة. يعني القصبة تبنات 1541 هي يعني الآثار اللي لقيناها تعود إلى واحد مجموع سكاني قبل من القصبة. لقينا بقايا ديال المنازل، بقايا ديال مطفيات، قنوات، لقينا حتى أنهار، يعني لقينا واحد المجموعة كتدل على وجود سكن، وكاين مصادر برتغالية تتحدث عن هذا التجمع. تقول أن قبل بناء القصبة كان يعني في القرن 14 كاين كيذكروا هذا التجمع السكاني اللي كان هناك. ثم في عهد السعديين لما كان الوجود ديال البرتغاليين تحت البلاصة ديال فونتي بناو واحد الحصن ديالهم، جاو السعديين وحيدوا هذه القرية وبناو في مكانها هذه القصبة اللي كانت في البداية عبارة عن حصن عسكري، لم تكن مدينة، كان حصن عسكري. ثم مع الزمن لما اختفى أو تراجع خطر البرتغالي بالخصوص، تحولت هذه القصبة إلى مدينة، بني فيها مسجد، بني فيها منازل، بني فيها يعني عدة مرافق، هي يعني حولتها إلى مدينة صغيرة. احنا منذ 2007 ونحن نقوم بتحديات مثل كما قلت، تحديات يعني بحث أركيولوجي في المنطقة، و هذا البحث درناه خارج القصبة وداخل القصبة. في البداية اشتغلنا على السوق الخارجي، المناطق من الأماكن اللي ما بدرش فيها الترميم، هي باقة محافظة على السوق الأول ديالها، على أساس باش نعرفوا الحدود ديال القصبة البدائية، باش كانت الأول كمعسكر، تمكنا من العثور على السوق اللي هو ديال الطين اللي هو ديال عهد السعدي، السن كان يعني السعدي كانوا كيديروا الطين بصبعها. ثم 2010 تحولنا الى المكان اللي غادي نهضر عليه. وهنايا حنا قدمنا مشروع اسمي يعني فريق بحث في الجامعه، سميتو فريق بحث اركيولوجيا التراث التنميه، قدمنا مشروع في اطار انشطه ديال هذا الفريق البحث الجامعه، وقدمناه الجماعه الحضاريه الاكادير، ودخلنا في شراكه مع الجماعه الحضاريه الاكادير، ومولينا مشروع مولوه. وهنايا كانت فرصه كنشكر يعني شكر كبير جماعه حضاره الاكاديم لانه اهتمت بالموضوع ويعني وسمحت لنا باش يعني مكنتنا باش يعني نجريو هذه التقريبات الادبيه ولمده يعني منذ كما قلت من 2007 وهما يعني في العامله الادوات باش كنشتغلوا الى الان. الجامعة كذلك مددنا بالعون. نحن قصبة إذا شفناها من الداخل كنلقى هناك شقين، وهذا مهم اللي غادي نقولوا أنه هناك مكان أو أحياء السكن، أحياء السكن، وهناك حي نشتغل فيه هو الحي العمومي. هذا الحي اللي كنشتغل عليه ما فيه سكن، ما يقدرش الواحد ما يديروش فيه سكن في حيهم. هناك مسجد، وهناك مسرح يعود الى عهد الاستعمار، وهناك حديقه يعرفها الناس، وهناك بقايا العهد السعدي، وبقايا العهد العلوي،
مهمة جدا، حيث هناك منصات كانت توضع عليها المدافع، وهناك تحت هذه البرج اللي عرفوا شرف الدين كان هناك مخزن للأسلحة لوضع الأسلحة. هذا كله مهم بالنسبة للتاريخ ديال أكادير. حنا كنمشيو بعيد، ما معنى الأرك إنه ما كنتحدثوا على البحث الأركيولوجي؟ البحث الأركيولوجي وهو خصنا نبحثوا على البداية ديال أكادير، بداية أكادير. دابا الآن وصلنا لعهد السلفي، ووصلنا خارج القصبة إلى ما قبل عهد السلفي، وجينا حفريات في كارت ديل إذا كتعرفوه 41 كيلومتر من هنا، وصلنا إلى 10,000 عام قبل، يعني الناس موجودين في هذه المنطقة الآن، وصلنا 10,000 عام ومازال ما وصلناش للبداية، يعني مازال هناك الطبقات تحت ربما تصل إلى أكثر. هذا مهم بالنسبة لأكادير، تاريخ أكادير. يعني حنايا هذا هو الهدف اللي كنبحثوا فيه. حنا كنشتغلوا في منطقة كما قلت خالية من السكان، ما فيها السكان، ما لقينا حتى شي هيكل عظمي وما لقينا حتى شي حاجة. المنطقة اللي فيها السكان ما قارنا ليهاش، ما قارنا ليهاش. طرحنا باش عوض السكان الناس الزوار اللي يمشيو فوق الخرفان يفتحوا الطريق الأساسي، داك الطريق الأساسي اللي كيشق القصبة إلى السكان، نبيدوه وننظفوه ونديروا أن سيركوي تويستي، واحد المدار ديال السيارة اللي يمكن الناس عوض ما يتمشاو على ركاب الخرفان يتمشاو في هذاك الطريق ويشوفوا على الاقل واجهه المنازل ويرجعوا ويمشيوا لا 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 اسمه الحي اللي هو حي عمومي ويشوفوا المراحل ديال التعمير ديال اكادير، الحقب التاريخيه، لانه كل هذه البقايا الاثريه تجسد التاريخ، المراحل التاريخيه اللي عقبها اكادير. هذا هو الهدف. من طبعا غادي ننزلوا كذلك الفونتي، غادي ننزلوا الفورتان بورتوغي، غادي نمشيو حتى نبينوا يعني البدايه ديال اكادير، ثم المراحل التاريخيه تعاقبت على اكادير. هذا هو الهدف من 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 هذا من هذا المشروع. ولاية الى بيتو الى تشوفوا هو هذه القصبه، هي هذه المنطقه اللي كنشتغلوا عليها، هي هذه المنطقه، هذه المنطقه ديال السكان ما غنشتغلوش عليها. غادي اذا كان ممكن احنا غادي نشوفوا على حسب يعني الوضعيه او حسب الحاله ديال، اذا كان غنفتحوا واحد الطريق هذا مستقبلا غادي يمكن باش نديروا واحد المدار سياحي اللي يمكن الزوار يشوفوا القصبه، يعني يشوفوا واجهه المنازل، ثم ينزلوا الى هذه المنطقه اللي هي فيها كما قلت المسرع وفيها المسجد وفيها الحديقه وفيها المقاهي ديال هذا السعدي ديال العالمين. الترميم الذي طبعا غتجي بعد ما نسالي المرحله ديال التحليل غتجي المرحله ديال الترميم. حنايا غادي نتفاداو لانه الداف كما اقول، وهذا يعني مشكل كبير، الترميمات من الداف الان الداف في السور اللي هو في جهه الباب والسور الاخر، يعني هي ترميمات مشوهه. يعني كيفاش واحد يعني السور كيعود القرن 16 والان الترميم كيدخل فيه الاسمنت كيدخل فيه البيتون ارمي الحديد وهذا يعني تشويه. لو كان شي دوله اخرى متحكم هذا الشيء اذا لكن هنايا كنخليو ما كاينش الترميم. ما معنى الترميم؟ ماشي هو تعاود تبني، الترميم هو تخلي هذا الشيء اللي كاين، كل بلاصه عندها واحد الحقبه تاريخيه عندها غادي تخليها غادي تقويها باش تبقى باش تزيد لها في العمر ديالها، هذا هو الترميم ماشي اعاده البناء. هنايا هاد الجهة هاد السور يعني من كسطح باقي أغلبه باقي في يعني في الوضع الأولى ديالو، حنا غادي نشوفو كيفاش نرموه. حنا ماشي غير نرموه، غادي نجيبو ناس متخصصين. كاين مركز سيركاس، سيركاسان ديال روزيزان كيشتغل على الترميم، وهما اللي غادي يرمو هاد البقايا، ماشي كلشي ولكن البقايا اللي مهمة هنا أو هنا السور هنا اللي مازال محافظ على هذه المنطقة المحافظة على الأصالة ديالو، غادي يرمو بطريقة اللي هي معترف بها دوليا ماشي مشوهة. ولهذا نحن نشتغل كفريق بحث متخصص، طبعا نشتغل بتعاون علمي مع المعهد الوطني لعلوم الأطراف والتراث والتراث التابع لوزارة الثقافة، ونشتغل مع سيركاس اللي هي كذلك تابعة لوزارة الثقافة، يعني نشتغل كلنا
في هذا المشروع ويشارك الطلبه، اللي هما كيديروا التخصص ديال رد اعتبار للمواقع الاثريه كيشتغلوا هنا، يعني جميل يجب تدويم العمل اللي كيقوموا به لانه العمل جبار وشاق ولكنه مهم وكيتكونوا فيه على اساس انه يعني يساهموا كذلك مستقبلا في اشتغال هناك عدد كبير من المواقع اللي هي مهمله ويعني منسيه ويعني معرضه للانتهاك، ولهذا نحن نساهم في تكوينه. الان احنا الاشكاليه ديال يعني هناك اعتقد ان هذا المشروع لو انجز هو الذي